السلام عليكم. قبل ما نبدا القصه ديالي، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وفعلوا زر الجرس باش اي قصه لحتها توصلكم. مهم نبدا. انا سميتي اشرف، كنقرا في اولى بكالوريا، ساكن في واحد العماره بعيده شويه على الليست اللي كنقرا فيها. القصة بدات واحد السبت في العشية، كنت مريح في الدار، تجلس عندي الدري عشيري ساكن في العمارة اللي حدانا، سميتو حمزة. هبطت عنده وقال لي يلا نمشيو لعمارتنا ونعاود لك شي حاجة بغيت نقولها لك. مشينا وهو يقول لي ما شفتيش صاحبي ديك البنت اللي سكنات جديدة في عمارتكم؟ قلت لي امتى تحولوا؟ قال لي الصباح. قلت لي اين دار سكنو؟ قال لي ما عرفتش، مالي ساكن في العمارة. قلت لي كي دايره البنت؟ قال لي تيتيزا كتقطر بالزين، امها قرطاسة. قلت ليه اباها؟ قال لي واقيلا ما كاينش عندها حيت ما شفتوش، امها اللي كانت مقابلة دوك اللي كيهزو. قلت لي ما عندها حتى اخوة؟ قال لي محال ما شفتوش، ولكن عندها اختها كبيرة عندها شي 20 عام. قلت لي ما عرفتي سميتها؟ قال لي مال زبر امك حمق، انا راه شفت غير بعينيا. قلت لي صافي. مشيت طلعت في الدروج والو، بغيت نعرف فين سكنوا. بقيت طالع بشويه بشويه وكانت صنت حيت عارف الديور الخاوين في العماره. وصلت للطاج الرابع كنسمع شي صداع ديال الشنيور، قلت صافي هنا سكنوا حيت ديك الدار كانت خاويه. هبطت كنجري، دخلت للدار، ريحت، بقيت كنفكر مع راسي، قلت ضروري خاصني ندير هذاك حمزه راه ناوي على ود الحرام. تكيت نعست، فقت مع 9:30 ديال الصباح. قالت لي الوالده راه تزادوا شي جيران هنا في العماره، راه الصباح جاو تسلفوا من عندي الكوكور، سير طلع جيبها لي من عندهم. درت راسي ما عارفش رقم الدار ديالهم، قلت لها شمن رقم عندهم؟ قلت لي 15. مهم مشيت طالع كنجري فرحان، دربتي كتصفق، دقيت ويتخرج عندي واحد البنت قديت قريبا زوينة وواه على طرف عندها. قلت لها الصباح خلات عندكم الوالدة الكوكوط؟ راه بغاتها. مهم مشات دخلات جابتها عطاتها لي، وهابط فرحان في الدروج، كنت غنطيح انا والكوكوط. دخلت للدار عطيت الوالدة الكوكوط، تعشينا نعست. الغد ليه الحد، فقت مع 10، هبطت غادي نجيب الخبز، هو يبان لي داك الزامل ديال حمزة كيدوي مع البنت، وانا نمشي عندهم. سلمت عليه وسلمت عليها حتى هي، قلت ليها عرفتيني؟ انا هو ولد عمارتكم. قالت لي اه عرفتك، شفتك البارح. قلت ليها شنو سميتك؟ هو ينقص داك الحمار ديال حمزة ويقول خديجة، وانا نقول ليه سميتك خديجة؟ وهي تبدا تضحك، هو يقول لي لا راه هي اللي سميتها خديجه. قلت لي المهم سكت وخط لي الدم، وانا نقول لها انا سميتي اشرف. قالت لي متشرفين، وانا نقول لها متشرفين واخا شي ناس ما خلاوناش نتعرفوا على راحتنا. بدات تضحك ومشيت. ويقول لي حمزه مال ديك، مالك على ديك الزمله ديال الاخره مالك؟ قلت لي انت اللي مالك على ديك الزمله، سولتها هي انت شكون اللي حاشالك؟ تعلم دخل سكرك. هو يقول لي وانت اللي جيتي دغيا جربتي عليا. قلت لي هي راه بنت عمارتنا، انت شنو محلك من الاعراب؟ هو يقول لي شوف نقول لك واحد الحاجه، من دابا كل واحد يضرب على راسو، غنشوفو شكون اللي غيدير. قلت لي انا اللي غنديع، غير تهنى وكون هاني. قال لي بقى تحلم بقى تحلم. المهم مشيت جبت الخبز، طلعت نفطر، وانا نتفكر ما سولتهاش على الفيسبوك ديالها وفين كتقرا. هبط مشيت جلست حدا الباب، قلت غتهبط غندوي معاها وغنتعنب عليها شويه. بقيت كنتسنى شي ساعه، شات الصون في الدروج وكنقصر في التليفون. المهم تلهيت مزيان، تلهيت مع التليفون، تنسيت علاش انا كاع جالس في الدروج. شويه كتبان لي هاب صافي، وانا نتزعزع، طفيت التليفون درتو في الجيب بالزربه،
ودغيا عاوتاني جبدتو من التليفون وهي دات تضحك عرفاتني تزعزعت. وانا نقول لها فين فين كتقراي؟ في داك الليس اللي حدا الجامع. قلت لها انا راه كنقرا تما. وانا نسولها اين عام عندك؟ قالت لي اولى باك. قلت لها عندك فيسبوك؟ قالت لي اه. مهم عطاتني السمية ديال الفيسبوك. وانا نقول لها عندك الواتساب؟ قالت لي اه. عطاتني النمرة. قالت لي باي باي غادي تعطل على الوالدة راه خرجات. دازت واحد شوية طليت كيبان لي داك الزامل ديال حمزة غادي معاه في الطريق. جعرت قلت خاصني القسم ديال امو هذا خاصني نحيدو عليه. طلعت للدار واحد الساعة ويطلع لي نوتيفيكاسيون ديال خديجة قبلاتني. طفت لها ميساج قلت لها كي دايره صافا امورك هاني؟ قلت لي صافا بخير الحمد لله. قلت لها شنو كديري دابا؟ قالت لي كندوي مع حمزه في فيسبوك. قلت لها شنو شنو الحوار اللي داير بيناتكم؟ اش كتقولوا؟ قالت لي كيتعنب عليا ولد الحرام. جا شي تصاور عندي وبدا كيتعنب. المهم انا ماشي من العاجزين دخلت عند التصاورها لقيت شي كومونتيرات ديال حمزه عنيبه من درجه قائد. رجعت عند خديجه قلت لها في الفيس واش مصاحبه؟ جيت ديريكت بغيت نزرب على داك حمزه قبل ما يزرب عليا. المهم كان هذا هو الجزء الاول ديال القصه مع قصتي مع خديجه وما اليوم ولا غدا ان شاء الله غادي نلوح الجزء الثاني. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه اللي مازال ما مشتركش، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس. كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في اجزاء اخرى من القصه. نشكركم على حسن المتابعه.